للتعليق على هذا الموضوع ونقاشه، ينضم إلينا عبر الهاتف من بغداد أمين سري مجلس شيوخ عشائر الثورة العراقية يحيى سنبل، أهلا بك. أستاذ يحيى، انفجار لغم في 4 أطفال اليوم في نينوى كما كنا نتابع في الخبر يفتح الحديث عن أوضاع المدن المستعادة من تنظيم الدولة بالتزامن مع دعوات حكومة بغداد لعودة النازحين. كيف ترون جهود حكومة بغداد في تأمين عودة المدنيين بأمان لبيوتهم ومدنهم؟ ما جرى في المحافظات المستعادة المسلحين او تنظيم الدوله او داعش قامت على اساس عمليات التدمير وليس على عمليات دخول فرق منظمه تقوم بعمل تنظيف من المخلفات الحربيه او الالغام التي انتشرت في الدور وفي الطرقات. لذلك القوات التي دخلت امنت فقط طريقها للوصول إلى أهدافها المرسومة وتركت هذه المخلفات على حالها، ما أدى إلى مقتل المئات من الأبرياء حين عودتهم. فليس في نينوى وحدها وإنما في كل المدن الأخرى المستعادة نسمع يوميا عن مقتل عدد من المدنيين أو إبادة عائلة بأكملها من خلال هذه الدور المفخخة. لذلك لم نرى جهودا حاسمة من قبل فرق مختصة دخلت مع القوات الأمنية من أجل تنظيف هذه المناطق من تلك المخلفات. نعم، ربما هذا من الجانب الأمني، لم يتم تأمين عودة النازحين. كيف تفسرون من جهة أخرى عدم إدراج منح مالية للعائلات النازحة التي عادت إلى مدنها، عدم إدراج منح في ميزانيات الأعوام الثلاثة الماضية؟ لم تهتم الحكومة بعملية إعادة إعمار هذه المدن أو مساعدة أهالي هذه المناطق التي تضررت دورهم ومحلاتهم، وتضرر المدن بشكل كبير حتى في بناها التحتية من حيث الجسور والطرق ومشاريع الكهرباء والماء والمجاري. لذلك لا نرى إدراج لهذه المدن في ميزانيات الدولة لا في هذا العام ولا في الأعوام التي سبقتها، إضافة إلى سرقة ما تم التبرع به أو المنح التي جاءت من منظمات دولية أو من دول عالمية. بالحديث نعم، بالحديث على هذه المنح، إلى أي مدى تظنون أن عدم تسليم الحكومة في العراق أو عدم منح الحكومة للمدنيين أي منح مالية ذلك يرتبط بشكل أو بآخر بعدم تسلم الحكومة أيضا القروض والاستثمارات التي كان متفق عليها في مؤتمر الكويت لإعادة إعمار العراق؟ كيف تصفون هذا التأخر في عدم تسليم ما تم الاتفاق عليه قبل شهرين في مؤتمر الكويت؟ لم يتم تسليم هذه المنح للحكومة بسبب مشروع الفساد الكبير التي يطال الحكومات المحلية في هذه المحافظات والحكومة المركزية بشكل عام. لذلك هذه المنظمات الدولية والدول من حقها ألا تعطي هذه الأموال لأنها سوف تذهب إلى جيوب الفاسدين وتوظيفها لقضايا حزبية وشخصية خاصة. لذلك النازحين بهذا الوضع المأساوي التي تعرضه شاشات التلفزة تدل على أنهم في حالة من البؤس والضيم الذي هم فيه سواء في الشتاء أو في الصيف. لذلك لم يحصلوا على حقوقهم أبدا أو حتى على جزء يسير من هذه المنح التي قدمت لهم عبر الحكومة العراقية، و ملفات الفساد زاخرة بذلك في كل المحافظات بتسلمها مبالغ كبيرة موجهة إلى النازحين، وقد تقاسمتها أعضاء مجالس المحافظات والمحافظين والمسؤولين في الحكومة المركزية. لكن كيف برأيكم سينعكس عدم تقديم الدول المانحة لمساعداتها ولهذه المساعدات التي تم الاتفاق عليها، كيف سيؤثر ذلك على أوضاع النازحين؟
حتما ان هذه الاوضاع سوف تزداد سوءا، لكن هذه الحكومات من حقها الا تقدم الا بعد تشكيل لجان نزيهه وتعرف ان هذه الاموال سوف تصل الى مستحقيها. لذلك يجب ان تبادر الحكومه المركزيه الى تشكيل لجان نزيهه وترتبط وفق قوانين وبموجب مواصفات لتوزيعها أو لإيصالها إلى عموم المواطنين، وطمأنت الجانب الدولي بأن أموالهم قد قدمت إلى هؤلاء المستحقين أو المتضررين من أجل أن ينعكس ذلك على وضعهم العام، ويمكن أن يكون ذلك واضحا من خلال الحياة التي سوف تكون في هذه المدن. أشكرك جزيل الشكر أمين سير مجلس شيوخ عشائر الثورة العراقية يحيى سنبل، كنت معنا عبر الهاتف من بغداد.